مشروع ليبيا رائدة. تنفيذ المنظمة الليبية للتنمية هو من ضمن برنامج أنتي رائدة الذي ينفذه معهد الصحافة والحرب والسلام بالشراكة مع مؤسسة بند للاستشارات الدولية بدعم من الحكومة البريطانية. يهدف مشروع ليبيا رائدة للمساهمة في زيادة فعالية المرأة الليبية للمشاركة في العملية السياسية بعدد من مدن شرق ليبيا، حيث استهدف المشروع فئات متنوعة من نساء وشابات من مدن طبرق والبيضاء وبنغازي لمدة 6 أشهر. أنا رشاد فتاة المنصوري، ماجستير فيزياء وأبغي التدريس في جامعة بنغازي، أحد المشاركات في مشروع ليبيا قائدة في مدينة بنغازي الحبيبة. لم تكن لي أي مشاركات سياسية ولا حتى متابعة من الفترة السابقة وحتى فترة الانتخابات السابقة. بتاريخ 2 سبتمبر 2018 انطلق المشروع في مدينة طبرق بمشاركة 21 متدربة. استهدف المشروع العديد من الأماكن المختلفة، تم تنفيذ 13 حلقة نقاشية أو حلقة نقاش في جامعة طبرق في شركة الخليج العربي للنفط وزارة التعليم وزارة الصحة مركز أمراض التوحد المجلس البلدي طبرق ديوان مجلس النواب وزارة الزراعة والمركز الثقافي، وتم استهداف عدد 190 امرأة شابة. بتاريخ 28 أكتوبر من العام 2018 انطلق المشروع في مدينة البيضاء بمشاركة 19 متدربة، منهن متدربة من ذوات الإعاقة. استهدف المشروع أيضا 143 امرأة وشابة في عدد 8 حلقات نقاش في مدارس في مدرسة إشراقة لتنمية القدرات الذهنية في الإدارة العامة للمصرف التجاري الوطني في جمعية الهلال الأحمر الليبي في محافظة منطقين للمهن الشامل لتمكين المرأة وأيضا في وزارة المالية. وفي العام نفسه وبتاريخ 23 من ديسمبر انطلق المشروع في مدينة بنغازي بمشاركة 21 متدربة، منهن متدربة من النساء ذوات الإعاقة. اشتملت هذه المرحلة على تنفيذ 12 حلقة نقاش في مدينة بنغازي في أماكن مختلفة، منها كلية الإعلام جامعة بنغازي، وكالة الأنباء الليبية للأنباء، كلية الأداب قسم المكتبة جامعة بنغازي، قناة المستقبل الجامعة الليبية للعلوم والتقنية، جامعة السلام الدولية، مركز الأمل للصم والسمع، وكلية الطب ومؤسسة دار الرعاية ومركز مساعدي الإعاقة. استهدفت هذه الحلقات عدد 204 امرأة وشابة. أما خلال مشاركتي في هذا المشروع فهمت وطلعت بفضل المدربين صراحة عن واجبي وحقي في المواطنة والمشاركة السياسية، اطلعت على أسودة الدستور وشاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي، قمنا بحلقات نقاش عدتها المنظمة الليبية للتنمية برعايتها طبعا، وفي مختلف الأماكن مثلا جامعة بنغازي وبعض الكليات وكذلك في مركز الصم والبكم، ولم أتوقف حتى على أني أنا مثلا أتكلم طالباتي نشرح لنا على الدستور وعلى يعني واجب مشاركتهم الوطنية والسياسة طبعا، ولن أتوقف. هو في تغطية إعلامية واسعة استطاع أن يعد 61 قائدة إعداد جيد يؤهلها لتنفيذ 33 حلقة نقاش بمشاركة 573 امرأة وشابة، منهم نساء من ذوي الإعاقة الحركية والسمعية. بذلك تكون النساء سفيرات إيصال ما تحصلن عليه من معلومات أقرانهن لحثهن على المشاركة السياسية للمرأة.